هذا سؤال علمي ويشكر السائل على إيراده وطرحه. يقول سماحة الوالد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما عرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان ما ترتب على خروجها أعظم مما أرادت إزالته، فما معنى ذلك حفظك الله؟ معناه الصبر على مع ولي أمر المسلمين، ولو كان عنده خطأ فإن هذا لا يجيز لنا أن نخرج عليه. كان المسلمون مع الحجاج، كانوا مع بني أمية، مع بني العباس، وعندهم بعض الأخطاء ولكنهم يصبرون على ذلك. الإمام أحمد كان يضرب ويسحب وهو يدعو لولي الأمر، يدعو له. قالوا له، جاءه تلاميذه قالوا: يا إمام، بلغ الأمر الحد الذي لا يصبر عليه، فما تأمرنا؟ قال: اصبروا، الدماء الدماء. يحذرهم من الفتنة ومن القتل: اصبروا، الدماء الدماء. وكان منهم من يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. السلطان يصبر معه على الحق ويناصح، إذا حصل خطأ يناصح ولا ينكر عليه ظاهرا وبين الناس. نعم.